وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قرأنا في الدرس الأخير، في آخر درسنا الأخير، الحديث 6 من باب التقوى، وهو الحديث المشهور المعروف الذي يرويه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة أولئك الثلاث الذين كانا لقد ابتلاهم ببعض الأمر. إن الله عز وجل ابتلاهم بامتحان أشد، ابتلاهم بالمرض ليرى شكر الشاكرين منهم وكفران الكافرين منه. قرأنا هذا الحديث بطوله في نهاية الأسبوع الماضي، وأرجعنا تفسيره وتحليله إلى يومنا هذا. نعود الآن إلى هذا الحديث بما يفتح الله به علينا من الشرح. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أول هذا الحديث: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث أيها الأخوة ليس مثلا يضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتصور أنه أمرا فرضيا وقصة خيالية جسدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبرزها من خياله الخصب، لكي يعلمنا من خلالها كيف ينبغي أن يكون شكر النعمة وشكر النعيم. لا، بل هذا الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث واقع وقصة حقيقية، ذلك لأنه يقول لنا: إن ثلاثة من بني إسرائيل ينسبهم إلى فئة من الناس، إلى جماعة من الناس، وهم بني إسرائيل، كان الواحد منهم أبرص والثاني أقرع والثالث كان أعمى، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم ملكا، إلى آخر الحديث. إذن ما ينبغي أن نتأول الكلام الذي لا يقبل التأويل. قد تقرؤون كلاما لبعض المحدثين، لبعض الجدد من الذين يكتبون في الإسلام، قد تقرؤون لهم ما قد يشعر بأن هذا من الأساليب التربوية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأسلوب من الأساليب النفسية الأخاذة إلى آخره، يريد أن يقنع القارئ أو السامع بأنه ليست هنالك حادثة فيها فعلا أبرص وأقرع وأعمى، وأن ملكا نزل وقال هذا الكلام وأجيب بهذا الجواب. لا، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام يصور لنا حالة الإنسان عموما ممكن أن يتعرض لهذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، فيكون مريضا ثم يشفيه الله، المفروض أن لا يطغى بالنعمة،
يمكن أن يكون مبتلى ببلية ما فيعافيه الله عز وجل، مطلوب منه أن لا يطغى وأن لا يبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج هذه النصيحة بأسلوب القصة. أقول قد تقرؤون مثل هذا الكلام لبعض الكاتبين الجدد، نحن نحذر من أن تصيب عاقلا هذه الميثة وأمثالها، وأن يصيبه عدوى مثل هذا الزير. هذا الكلام لا يقبل مثل هذا التأويل. النبي عليه الصلاة والسلام رجل عربي وليس أعجميا تعجزه اللغة وتتأبى عليه الأساليب. عندما يريد أن يضرب مثلا يعرف كيف يضرب مثلا، يعرف كيف يبدأ حديثه بقوله أرأيتم، كما يقول العادل: لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا فاغتسل فيه 5 مرات أكان يبقى عليه شيء من الدرن؟ يعرف النبي عليه الصلاة والسلام الأسلوب العربي في ضرب الأمثال، ويعلم أنه يتكلم مع من ينبغي أن يفرقوا بين قصة يرويها لهم متحدث بأمانة وبين فرضية يفرضها لهم ومثل يضربه لهم لكي يستخلصوا من ذلك العبرة. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن عندما نفسر الكلام العربي المبين نضعه في ميزان قواعد اللغة العربية، فما أجاز لنا من هذه القواعد التأويل أجزنا، وما منعه منعنا. نضع كل كلام نسمعه لا في ميزان شهوتنا، بل نضعه في ميزان القواعد العربية. فإن رأينا هذه القاعدة العربية تقول لنا هذا الكلام قابل للتأويل، وأن نفرض أنه مثل وليس حقيقة واقعة، لا بأس. لكن إن رأينا أن القواعد العربية ترفض تأويل هذا الكلام وتحويله من قصة تروى إلى مثل يضرب، إذن فمن الخيانة للغة قبل أن تكون خيانة في حق الدين، وقبل أن تكون خيانة في حق رسول الله الذي يقول لنا هذا الكلام. من الخيانة للغة العربية قبل ذلك أن نتأول ما لا يقبل التأويل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث فعل ماض يدل على أن حدثا وقع في الزمن الماضي فعلا، بعث إليهم ملكا إلى آخر ما هو ملك إلى آخر الحديث الذي قرأناه في الدرس الماضي. كيف نستجيز اللغة العربية ونستأذنها أن نتأول هذا الخبر الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجعله مثلا يضرب؟ اللغة لا تسمح بها، بل لعل يعني الأيسر على العاقل أن يقول: لا، النبي ما قال هذا الكلام، من أن يتلاعب بالكلام العربي ومن أن يتجه في تفسيره وجهة هو نفسه إن كان عربيا لا يقبلها ولا يصدقها. إذا هذه حادثة حقيقية رواها لنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، نعم، عن 3 من بني إسرائيل في الزمن الماضي
ابتلاهم الله عز وجل بمثل ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام من أول ما قال إلى نهاية الحديث. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن أحدنا قد يسأل، وهذا هو السر الذي يحمل بعض الناس على التكلف والتأويل، قد يسأل فيقول يعني كيف هذا ملك، الملائكة نحن لا نراه، كيف جاء هذا الملك إلى هذا المريض بصورة إنسان يراه ويسمعه ويحاوره ويكلمه؟ هذا شيء. كيف قال له ما هو الشيء الذي تحبه؟ قال أن يهبني الله عز وجل جلدا حسنا، نعم، ولا يتقذرني الناس، نعم، فيفر عني كما هو الحال الآن. ثم يقول طيب، يمسح بيده على جسده وجلده فإذا هو كأنه مخلوق آخر، ذهب البرص وذهب المرض وعاد إنسانا كأجمل ما يمكن أن يكون وكأتم ما يكون عافية وخلقة. كيف هذا؟ قد يقول قائل هذا الكلام، ويقول مثل هذا عن الثاني، عن الأقرأ وعن الثالث الأعمى، نعم. لو أن هذا الرجل تكفل بتطبيبه وقدم له علاجا وأخذ يستعمله يوما بعد يوم ومضى على ذلك عهد، ثم تماثل للشفاء رويدا رويدا، لقبلنا هذا الكلام. أما أن يشفى طفرة هذا شيء بعيد، قد يقول قائل هذا الكلام. والحقيقة أن الذين يتأولون هذا الحديث فيقولون نعم هو حديث صحيح، لكنه مثل ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يحملهم على هذا التكلف في التأويل قفزا فوق قواعد اللغة العربية. هذا الأمر الثاني، أن أحدهم في قرارة نفسه يستبعد قصة أن يأتي ملك في مظهر إنسان بلا شخص، ثم أن يشفيه هكذا طفرة بمسحة منه من يده على جسمه، يستبعد هذا الأمر، ويغص حلقه بتكذيب الخبر، نعم، فماذا يصنع؟ يصلح الأمر بهذه الطريقة، يتكلف في التأويل حتى لا يعني يوقع نفسه أمام الناس في تهمة تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. وخيرا لهذا الإنسان أن لا ينافق وأن يكون صريحا وأن يجعل ظاهره كباطنه، يقول والله أنا أستبعد هذا الأمر ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله، أستبعد الطفرة في الشفاء والطفرة في أن يعود الأعمى بصيرا، لذلك أتأول. طيب حسنا، إن عندما يواجهنا أحدهم بهذا الاستشكال وبهذا السؤال فالجواب ماثل في أذهاننا، وأعتقد أنه ينبغي أن يكون ماثلا في أذهانكم، لا سيما وأكثركم قد حضر دروس العقيدة الإسلامية في هذا المسجد، وكررنا كثيرا كلاما يتعلق بهذا الموضوع. لا يعجب هذا الإنسان من أن يتعهد الطبيب رجلا أبرص بالعلاج فيقدم له العلاج يوما إثر يوم، ويستعمل المريض هذا العلاج، وأسبوعا بعد أسبوع شهرا بعد شهر يتماثل شيئا فشيئا للشفاء ثم يطيب.
أن يتم شفاؤه بهذا الشكل، لا يعجب هذا الرجل، وعن طريق هذا الطبيب لا يعجب، وبواسطة مجموعة أدوية من أعشاب وعقاقير لا يعجب. إنما العجب من أن يتم الشفاء طفرة، لكي تلاحظوا أن هذا الإنسان الذي يفرق بين هذين المتماثلين غبي، بل هو من الغباء إلى درجة الحمق، لكي تتأكدوا من هذا لاحظوا الشيء التالي. الطبيب الذي فحص ثم رسم العلاجات وقدمها للمريض وباشرها المريض يوم الإثر، يوم الطبيب هو الذي خلق الشفاء؟ قطعا لا، لا يقول على المؤمن ولا الملحد. من أين جاء الشفاء؟ من الدواء، أليس كذلك؟ الدواء هذه الأعشاب وهذه العقاقير هي التي بطبعها وسر كامن فيها شفت هذا المريض، يعني هذا العشب استطاع أن يشفي المريض من حيث عجز الطبيب العالم المخترع. لاحظوا السؤال، يعني هذا العشب البسيط، هذه العقاقير استطاعت ان تجتث الدواء من جسمها، الداء من جسم هذا الانسان، من حيث الطبيب العاقل المخترع المبدع ما استطاع. لا ملحد ولا مؤمن يستطيع ان يقول هذا العشب له من القدرة الإبداعية والاختراعية ما يشفي به الطبيب أكثر من المريض، أكثر من الطبيب. إذن لا الطبيب شفى ولا الدواء بطبعه شفى، دواء بطبعه لا يشفي. من الذي وضع سر الشفاء في العشب؟ إن صح التعبير، وهذا التعبير في تجاوز، من الذي نقول التعبير الأدق، من الذي خلق الشفاء للمريض عند استعماله هذه الأعشاب؟ خالق العشب وخالق المرض، خالق هذا العقار وخالق هذا الداء، هو الذي شفى بالمنطق. طبعا الكلام كله إنما يقال لمن سبق أن آمن بالله عز وجل، أما الذي لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى فطبعا من حقه أن يقول هذا الكلام وأكثر، لكن ليس من حقه أن يحاورنا في مسألة فرعية هي ضباب نيران كفره، يعني غلط وعبث أن تعالج الدخان المتصاعد وأنت تعلم أن الدخان إنما تصاعد من اللهب. عالج اللهب وأطفئه ينزل الدخان، نعم. أما أن تمسك الدخان وتعالجه والنار تتصاعد من أسفله فهذا عبث ما بعده عبث. اعتراض الملحد على هذه المسألة والأخرى وتلك والمعجزة إلى آخر ما هنالك هو دخان تصاعد من نار الحادث، فما ينبغي لا هو أن يخدعنا فيشغلنا بهذا الدخان، وما ينبغي نحن أن ننخدع له فننشغل بمعالجة هذا الدخان. إنه إن كنت جادا تعال نبحث عن الأساس الأول وهي هذه النار التي تشتعل، تعال نبحث عما إذا كنت مصيبا أم مخطئا في إلحادك. إذن إنما نحاور الآن من قد آمن بالله خالق الكون خالق القوى والقدر، الإله الذي خلق المرض والمريض وخلق العشب هو الذي خلق الشفاء، قولا واحدا هو الذي خلق الشفاء.
وهذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، إلا السام، إلا الموت. يعني الموت لا، الموت في دار الإنشاء له داء من الأدوية، ولكن الله قضى أن الموت إذا نزل بساحة إنسان فلا، إذا نزل فلا يمكن لأي طبيب ولا لأي علاج أن يتغلب عليه. إذا كان الأمر كذلك، يعني ما الغرض؟ إذا الباري عز وجل شاء أن يدخل الشفاء شيئا فشيئا إلى جسم المريض كما أدخل الداء شيئا فشيئا إلى جسده، أو أن يدخل الدواء والشفاء طفرة، أن يدخل الشفاء طفرة إلى جسم هذا المريض كما أنه إذا شاء أدخل الداء طفرة إلى جسده. يعني ما الفرق؟ وأي شيء يعني جعل عقلك يقف فيحار؟ ما دمت مؤمن بالله، وما دمت مؤمنا بأن الطبيب لم يبدع شفاء وإنما استعان بالأعشاب والأدوية المتنوعة المختلفة، وما دمت مؤمنا أن الدواء بطبعه ليس هو الشافي، ولا الداء بطبعه ليس هو الذي يجد ما يسمى المرض، وإنما الذي خلق الإنسان والمرض وأسباب الشفاء إنما هو الله. فماذا بقي بعد هذا من إشكال؟ شيء يجعل الإنسان يعجب أنه كان يألف أمرا ففوجئ بشيء يخالف مألوفه. هذا هو كل العجب. كان يألف أنه الداء الفلاني ما له دواء، فلما ظهر له دواء تعجب. كان يألف أن الداء أي داء إنما يتم الشفاء منه شيئا فشيئا، فلما رأى أن الشفاء تم منه طفرة تعجب. مصدر التعجب ما هو؟ أنه رأى شيئا مخالفا لمألوفاته. ومتى كانت مقاييس المألوفات هي المنطق الذي تسير الطبيعة إن صح التعبير على أساسه؟ متى كانت يعني العادات والتقاليد التي استأنفنا بها من كثرة تكررها علينا، متى كانت هي المنطق الذي يحكم العالم؟ أي مجنون يقول هذا الكلام؟ العادة تتغير بتغير الأزمان. داء من الأدواء تمر عهود طويلة وأجيال كثيرة ولا علاج له، ثم إن الله ينبه الناس إلى علاج له، وإذا بالناس يشفون من هذا العلاج. في الفترة الأولى كل الناس يتعجبون، في الحالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كلهم يتعجبون. فإذا انتشرت العادة الجديدة ونسخت القديمة، عاد الناس يألفونها وكأنه شيء ما في غريب، أمر غريب. فأنت ارجع في هذا إلى نفسك، تتهم نفسك ولا تتهم الحقيقة. إذا هذا ما نقوله لمن يستبعد أن يشفي الله هؤلاء المرضى بلمسة ملك. ما لا 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 استبعاد في هذا إن كان هذا الإنسان مؤمنا بالله حقا علما. يعني في ناس يقولون لماذا لا تتكرر هذه الخارقة؟ هذا ما نسمعه كثيرا، يعني دائما نسمع الخوارق في بطون الكتب والتاريخ والأحاديث. هل لا رأينا شيئا منها في حياتنا؟ قد يقول قائل هذا، يقول هذا الإنسان هذا الكلام ولو فتح عينيه ولو فتح أذنيه لرأى أن هذه الخوارق مستمرة في كل عصر،
وفي كل زمن، لكن بالقدر الذي يبقيها خوارق، لأن الخارقة إذا كثرت وكثرت وكثرت لم تعد تسمى خارقة عندئذ، ولسوف يصبح الناس جميعا مؤمنون بها مطمئنين إليها غير متعجبين منها. وأولهم هذا الذي ينكر هذا الكلام. إذا الخارقة كأحدوثة تقع ثم يعود الأمر إلى ما كان، في كل عصر يقع ذلك. وما أكثر المرضى الذين شفاهم الله بطفرة. نعم، ما أكثر. وحصل هذا في بلدة نمر. ونعم، عرف هذا كثير من الناس. وحصل هذا في بلاد مجاورة. ويعني الأمر يكاد أن يكون أصبح شيء مألوف، لولا أن سنة الله عز وجل في الكون دائما تفرق بين ما هو مألوف دائما وبين ما هو خارق. وأنا ذكرت قصة في هذا المسجد، ولعلي في أكثر من مناسبة ذكرتها، عن إنسانة ابتليت بمرض عضال أجمع الأطباء في هذه البلدة وفي لبنان على أنها لم تشفى، وإن هي إلا أشهر وستودع هذه الحياة. ثم إن الله عز وجل شفاها طفرة بسر الصدقة، طفرة دون علاجات ودون مرور وقت، بل كان الوقت الذي يمر ليس لحسابها كما قال الأطباء، وإنما لحساب المرض. وعاد هؤلاء الأطباء أنفسهم يعالجونها، فذهلوا ذهولا غريبا لما رأوا أن هذه كأنها غير التي يعرفونها. ما وهي ولله الحمد الآن في غاية الصحة والعافية. وهذا تكرر في أكثر من بلدة. والسر أن الرب سبحانه وتعالى دائما يخلق خوارق في عادات الناس ومألوفاتهم كي لا تستعبدهم هذه العادات، وكي لا يستعبدهم هذا المألوف، يعني كي لا يتقلدوا بهذه العادة فيظنوا أن هذه العادة أصبح دستورا ولا يعقل أن يتغير أبدا. لذلك رب العالمين يبعث صواعق، يبعث زلازل، يبعث أمورا غير عادية، أطفال مشوهين على خلاف قرار الأطباء الذي كانوا بكل منزهية وسلف يقررونه، أطفال ما فيهم أي عيب خلقوا على خلاف قرار الأطباء من أن هذه الأمة ستنجب طفلا مشيها لأنها أخذت وتعاطت كذا وكذا وكذا، والأسباب العلمية تقول الولد سيخلق مشيها من غيره إلى آخره. ظهر أن تارمينه خلاف شذوذ طبعا، هم صادقون في قواعدهم العلمية، صادقون، لكن القاعدة العلمية بالنسبة للمستقبل أغلبية الوقوع، لأن هذه القاعدة العلمية مما استقاها الأطباء والعلماء، استقاها من التجارب الماضية، والتجارب الماضية لا سلطان لها على المستقبل. التجارب الماضية رانا بالماضي لكنها أبدا ليست قيدا للمستقبل. كل عاقل يعلم هذا إلا الحمقى. نعم، إلا الحمقى وما أكثره. الطبيب علم أن هذا الجنين سيكون ذكرا اعتمادا على قواعد علمية كذا وكذا، صح؟ قواعد علمية صحيحة واكتشاف أملها صحيح، ولكن هذه القواعد العلمية من أين اعتصروها ورصدوها؟ من كثرة تجارب الماضي. تجارب الماضي ما هي؟ إنفا وعادة. هذه القواعد العلمية كيف أصبحت قواعد علمية؟ من أن الله سيرها دائما على هذا المنوال فأصبحت قواعد.
المألوف والمعتاد يغيره الله أم لا؟ يغيره الله. إذا لا ضمانة أن لا يغير الله مألوفا فيجعل منه خارقة، لا ضمانة. وإذا لم تكن هنالك ضمانة فكل قرار مستقبلي ينبغي أن نسقط منه نسبة 10% أقل المراتب من يقين الوقوع. نقول 90% سيكون هذا الكلام، هذا 90 كمان كثير جدا، هذا لا يكون 90%. فإذا كان الأمر كذلك فنعود إلى بحثنا، كل سنة من سنن رب العالمين في العباد اقتضت حكمته بين الحين والآخر أن يرسل في هذه العادة شذوذا حتى يستيقظ الناس أولا فيعلموا أن هذه السنن الكونية ليست من نتاج الطبيعة العمياء، فهي لا تعي إلا هذه الحالة، وإنما هي من سنن رب العالم. هذه واحدة. الشيء الثاني، حتى لا يعطي العالم نفسه أكثر من حقه ولا يزعم أن لديه علما بالغيب. إذا علم الإنسان أن كل عادة من العادات، كل مألوف من المألوفات يتعرض لحدوث شذوذ فيه ممكن، فإنه لا يجرؤ أن يعطي قرارا غيبيا ويزعم أن هذا القرار مغطى بيقين علمي أبدا. لماذا؟ لأن احتمال الشذوذ يمنعه من هذا القرار، احتمال الشذوذ يمنعه من هذا القرار. لا يمكن لعالم الأرصاد أن يقول من الآن إلى الصباح لن يقع أي كسوف ولا كسوف أبدا. لماذا؟ لأن ما رآه واستند إليه من العلوم الباري عز وجل قد يخلق فيه شذوذا، فيخلق هذا الكسوف أو الكسوف طفرة، والعلماء يقولون هذا. إذا كان الأمر كذلك فالعلماء الأرصاد يقولون ظنا، لم يستطيعوا أن يقولوا بعد حين من الزمن سيقع خسوف او كسوف قطعا، انما هو امر ظني غالب ممكن من 90%، كما يقول الفلاحون وكما يقول يعني الذين يعرفون طبيعة الانواع ان الليلة ستكون ماطرة والغد سيكون ماطر. شوفي اكثر من انه يرى صواعق ويرى بروق ويرى رعود، خلاص كلها تنعرف انه بعد شيء مراتب تنزل مطر. لكن من الذي يقول ان هذا قرار احتمال شذوذ وارد ام غير وارد؟ احتمال وارد. ما في انسان على وجه الارض يحترم علمه يقول ها انا ذا ارى الدنيا صحوة وليس في السماء نزقة سحاب والشمس ساطعة، اذا انا على يقين ان من الان الى المساء الى ان تأتي اول مزقة سحاب في ساحة السماء لن تنزل صاعقة، لن ترعد الدنيا، كقرار علمي صحيح. لان نحن بنعرف ان الرعد والبرق انت بيكون كان تشكل سحب، نعم، لكن هذا القرار العلمي يغطي الواقع الذي يقع فيه. لكن بالنسبة للمستقبل هذا ظن، لذلك لا يستطيع عالم ان يقول طالما كانت السماء صحوا ولا مزقة سحاب فيه فلن نسمع رعدا ولا نرى برقا ولن تنزل صاعقة. هذا الكلام ظن لكنه ليس حقيقة علمية. لماذا؟ لأن هذا الطبيب أو هذا العالم الذي يقول هذا قال هذا الكلام يكون غبي، غبي سكران ما يسميه علما، استند في هذا إلى عادات ماضية، عادات متكررة ماضية، صحيح؟ هذه العادات جعلت عندنا طمأنينة وغلبت ظن أن المستقبل سيسير على هذا النحو. لكن
نحن نعلم أن الله هو الذي جعل هذه القواعد، هو الذي جعل الوعود والبنود مساعدة وملازمة للسحب. الذي فعل ذلك لك ألا يستطيع أن يفرق بين هذه المتلازمات؟ بيقدر ولا ما بيقدر؟ الناس كلها تعبون، يؤمن بالخالق أم لا؟ ذلك. فإذا عرفنا ذلك لا يستطيع أن يقول الله زمن مركز، لكن بالمئة عشرة بالمئة خمسة عشر ممكن أن يقع هذا، إلا أن هذا غير مأمون، ممكن تكون خارقة هذه. ووقعت هذه الخوارق أم لا؟ وقع أربد وعامر بن الطفيل لما جاء ليقتل رسول الله خطة مرسومة مدبرة. نعم، عامر بن الطفيل اتخذ السيف مسموما وأربد سار معه ودخل المسجد، والخطة تقتضي أن ينادي أربد رسول الله وهو جالس مع صحبه لينبي بها إلى زاوية من زوايا المسجد فيتظاهر بأنه يكلمه أو يسأله سؤالا، حتى إذا انصرف إليه الرسول واشتغل به جاء عامر الطفيل من ورائه فقطع رأسه بسيفه المسنون أو نخسه نخسه بسيفه المسنون. هذه هي الخطة. وفعلا دخل المسجد، وفعلا ماذا أربد رسول الله؟ قال يا محمد قم أكلمك، حديث صحيح. قام الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف معه يكلمه، الله التزم ألزم نفسه أن يعصم نبيه، والله عاصيك، والله يعصيك من الناس. نعم، أوحى الله عز وجل إليه بالأمر أو بطريقة ما. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلف، ما الذي جعله يلتفت؟ وقع أن عامر بن طفيل أمسك نقبة السيف بيده ليخرجه من غلافه، فعض الغلاف على مسل السيف لم يستطع أن يخرجه، وأخذ يعالجه. لفت ذلك نظر أربد الذي كان يكلم رسول الله، وأخذ ينظر إلى السيف وعامر بن طفيل يعالجه، فنظر رسول الله إلى حيث ينظر أربد، فلما رأى قال اللهم اكفنيهما بما شئت وكيف شئت، وعاد إلى المجلس. وخرج أربد وعامر بن الطفيل وهما خائبا ليعودا إلى المكان الذي أقبلا في يوم صائف ليس فيه في هذا اليوم في السماء مزقة سحاب يسيران في البادي، وإذا بصاعقة تنزل في هذه الحالة على رأس أربد فتقتله في مكانه. ويبقى عامر بن الطفيل، هل اعتبر؟ لم يعتبر، لم يعتبر. في يوم صائف ما في لا رعاية ولا براق ولا مقدمات ولا شيء. نعم، نزلت الصاعقة رأسا فقتلته في مكانه. أما عامر بن الطفيل هذا مثال آخر، فجأة إذا بغدة كغدة البعير تخرج في عنقه. نعم، وإذا بالمرض يمتابه فجأة بدون أنذار كعادة الأمراض المختلفة. نعم، في الطريق مر على خباء لامرأة سلولية من قبيلة بني سلول، فاضطر أن ينزل ويمرض عندها، نظر فوجدها امرأة فقيرة ليست ذات قيمة في قومها وعامر بن طفيل، وما أدراك من عامر، فصعب عليه أن يموت ويأتيه أصحابه ويروا زعيم القبيلة الكبير هؤلاء ميت في خباء امرأة سبيلية، فقال غدة، هذه كلمة مشهورة عنه، غدة كغدة البعير وموت في بيت امرأة سبيلية. قام وركب دابته وأخذ يسير، وفي الطريق وقع
لأربد أخ رفع بقصيدة معروفة يقول فيها: أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب وقع السماك والجلد، كنت أتوقع لأخي أن يموت فيه الحروب والمعارك، فجعني الرعد والصواعق في الفارس الشهم يوم الكريهة النجد. نعم، إلى آخر ما هنالك من أبيات طويلة قالها يبين أن كيف أنا كنت أتوقع أن يكون مقتل أخي في ساحة الشهامة والبطولة كما هو شأنه، وإذا به يموت بسبب غير متوقع. نعم، هذا حصل الذي حصل في الماضي، ما الذي يضمن ألا يحصل في المستقبل؟ إذن لا يمكن أن نجعل من استمرار الألف واستخراج قاعدة من هذا الألف، لا يمكن أن نجعل منه قانونا يقيد المستقبل، قانونا يحجر المستقبل في شيء واحد. إلا الأغبياء هؤلاء يمكن أن يتصوروا الأمر بهذا الشكل. نعم، أو الملحد الذي يريد أن يغذي إلحاده بغبائه ممكن أن يقول هذا الغباء. إذا نحن الآن ننطلق من أرضية إيمانية ثابتة راسخة، لأن هذا الذي يقوله لنا رسول الله ليس مثلا وإنما هو واقع تاريخي، ثم بعد ذلك من منطلق يقيننا بهذا الواقع الذي يقوله رسول الله نأخذ العبر التي ينبهنا إليها المسلم صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. ألم يبتليهم بعد؟ يعني هو لسه ما ابتلاهم، أبرص وما ابتلي وأقرع ولم يبتلى بعد، وأعمى ولم يبتلى بعد، هكذا تدل العبارة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أراد الله أن يبتلي. والرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا بهذا إلى أن الابتلاء الذي ابتلاهم الله به والذي سنجده الآن أشد بكثير لدى المقارنة والمقايسة من ما نظنه نحن ابتلاء، وهو المرض الذي كان قد أصاب الأول والثاني والثالث. وإنما الابتلاء الحقيقي ما حصل من بعد. ما هو الابتلاء الحقيقي؟ أن يهب الله الإنسان العافية من مرض عظام، أو أن ينقذه من فقر مدقع، أو من مصيبة أحاطت به، ثم لا يكون شاكرا بهذا الذي أنعم عليه بهذه النعمة. هذه هي المصيبة الكبرى التي تنقل إلى جنبها المصيبة الأولى. هذا ما يريد أن ينبهنا إليه رسول الله. أبرص أعمى وأقرع، وماذا في ذلك؟ الأبرص إن احتسب مرضه عند الله عز وجل وصبر، فإن الله عز وجل يكتب له في كل لحظة تمر عليه أجرا كبيرا. وإن لم يعلم قيمة هذا الأجر الآن لأنه لا يحس به، فعما قريب سيعلم قيمة هذا الأجر، وربما تمنى أن لو عاش أكثر وبقي معه مرضه أكثر لينال أجرا أوفر. إذن هو ابتلاء في الظاهر، وما أسرع أن ينقضي ويمر. كذلك الفقر، كذلك أي عاهة من العاهات. لكن الابتلاء الشديد أن ربي سبحانه وتعالى يكرم العبد بنعمة العافية من هذا المرض أو من أي مصيبة من المصائب، ثم إن الله عز وجل يضعه على مفترق طرق. ماذا سيصنع هذا العبد؟ هل سيشكر النعمة
أمس تطغيه النعمة إن هذا العبد ما نجح في الاختبار والامتحان، وإن انزلقت به القدم في واد الطغيان كما أطوله ابتلاء. هذا الابتلاء عمره من الحياة الدنيوية، وإنما هذا الابتلاء إنما هو قبر خانق يختنق فيه هذا الإنسان الدهر كله، ويكتب عليه شقوة الحياة الدنيا والآخرة، أو الآخرة يعني الشقوة الأبدية. من أجل ذلك هذا هو الابتلاء الشديد. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استكبر، وهذا هذه سنة من سنن رب العالمين في عباده يكررها الباري بأساليب متنوعة، ترى ويلفت نظرنا إلى ذلك. عادة الإنسان، شأن الإنسان أنه إذا رأى نفسه استغنى بالعافية، استغنى بالمال، استغنى بالقوة، عادته أنه يطغى. معنى يطغى يتجاوز الحد، الطغيان تجاوز الحد. يقول الله عز وجل: وأما لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز حده في الأنهر والبحار ونحوها والآبار، لما تجاوز حده حملناكم في الجارية. فالإنسان له حد، حده مهما تحرك ضمن ساحة العبودية، ضمن ساحة الضعف والمهانة بين يدي الله عز وجل. لكن إذا رأى نفسه استغنى، من عادته أنه يتجاوز حده وينسى ذاته ويضل عن هويته ويظن أنه قد امتلك شيئا، وأنه خرج عن إيهاب بشريته، وأنه صار مخلوقا آخر. فهذا الإنسان إذا أصيب بهذا الداء، هذا هو الداء الغبال، كيف ينجح عند الابتلاء إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمثل ما ابتلى به هؤلاء الثلاثة؟ نجيب عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.